النهارده في اقبال متوسط شويه على انتخابات نقابه المحامين، والتي يتنافس من خلالها 9 محامين على منصب نقيب المحامين بمحافظه المنيا، من بينهم عز الدين راشد نقيب المحامين الحالي، وشمس الدين نور الدين، وسليمان ابو الحسن. منذ الصباح توافد المئات على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة المنيا، كما شهد مقر نقابة المحامين توافد عدد كبير من المحامين ومؤيديهم أمام الانتخابات ومقر النقابة الفرعية بمدينة المنيا. Thank you.